اهلا بحضراتكم من جديد. شفنا فيديو احمد عفيفي وهو بيتكلم على الثلاث نقاط اللي فيهم تلقيح صريح على النادي الاهلي. ما يخص علاقات الاهلي بالاسماعيلي في حكايه اللعيبه وضم اللاعبين. يا جماعه الثلاث ارقام اللي ارجوكوا من كتر تكرارنا ناس كتير حفظتهم، خليكم فاكرين الاهلي اخذ من الاسماعيلي طوال تاريخه 17 لاعب، الاسماعيلي اخذ من النادي الاهلي طوال تاريخه 29 لاعب، الزمالك اخذ طوال تاريخه من الاسماعيلي 19 لاعب. يعني الرقم الاقل في الحركه ديت النادي الاهلي، بس نجاحات لعيبه الاسماعيلي. انت قلت الاهلي خد 29 ولا انت بدلت؟ الاسماعيلي اخذ، الاهلي اخذ من الاسماعيلي 17 لاعب، 17 والاسماعيلي 19، والزمالك اخذ 19 والاسماعيلي اخذ 24 لاعب، 29 لاعب. طيب بس الاهم من كده اللي بيجي النادي الاهلي بينجح. لا سيبك من دي، هو قال حاجه مهمه جدا، قال اللي بيقفلوا التليفونات عشان تكتشف انهم راحوا نادي تاني. اولا كل لعيبه الاسماعيلي جم عن طريقين، اثنين مفيش تالت ليهم، كلهم يا اما بالتفاوض المباشر مع النادي الاسماعيلي، ها محمد عبد الله، شريف عبد الفضيل، بيع مباشر، او لعيبه انتقلت عبد الله سعيد مباشر، او لعيبه انتقلت من الاسماعيلي الى انديه ثانيه منهم الزمالك ورجع الاهلي اشتراها زيه زي غيره، او انديه خارجيه او انديه اوروبيه زي الكابتن احمد فتحي والكابتن بركات وجم على النادي الاهلي والكابتن سيد معوض وجم على النادي الاهلي باحسن. اذا مساله انك انت تالف تاليفه وفاكر انها هتدفن في وسط طيب الكلام اللي بتقوله ده مش هيحصل. الكلام الخطير بقى الحكم اللي لما احتسب هدف فضيحه عايز يقول للاهلي جابوه في قناه احد الانديه، ما كانش فيه الا قناه الاهلي، ما تقول قناه الاهلي، ما هو لغايه السنه اللي قبل واللي يعني فاتت قبلها ما فيش الا النادي الاهلي عنده قناه. فتعالى لي وش بالمره يعني. لو انت بتتكلم على مباراه الاهلي وطلائع الجيش والحكم اللي بتتكرر دايما وابدا محمد كمال ريشه، حكم هذه المباراه عمره ما اشتغل في قناه الاهلي، واذا كان ظهر للتحليل في مباراه او اكتر زيه زي غيره من بقيه المحللين اللي دلوقتي الناس بتحلل. انا بس فيما يخص هذه المباراه، لكن هذه المباراه عشان الوقت بس المباراه دي اولا خسرت 3-1 مش 2-1، مش عاجبك جون ابو تريكه شيله. الماتش ده خلص 3-1. اثنين، النادي الاهلي كان له ضربه جزاء كان يستطيع ان ينهي بيه ريشه لو اراد في هذه المباراه. فما بالك بهذا الموسم، هذا الموسم 2008-2009 شاهد من الكوارث التحكيميه ضد الاهلي. لو الاهلي كان خد جزء منها ده لا ما كانش محتاج ده. مهزله تحكيم، مش مهزله الاهلي واتحاد الشرطه. بس نتفرج على الاهلي واتحاد الشرطه في هذا الموسم اللي الاهلي لو كان خد حقه، لانه حكم هذه المباراه هتشوفوا حاجه غريبه جدا. نفكركم بالحكم سيد فتح اللي ادار هذه المباراه ازاي كشف عن انتمائه وميوله، حكم مباراه الاهلي واتحاد الشرطه بعد اسابيع قليله مش بعد ما اعتزل. نشوف سيد فتح. فانا قلت له شيء يشرفني وافتخر ان انا اكون من مدينه الاسماعيليه، بيسالني سؤال غريب جدا امبارح، بيقول لي تتمنى ان انا افوز مين؟ قلت له مين؟ قلت له الاسماعيلي. قلت له ايه؟ طب بجد قلت له الاسماعيلي طبعا. بصوا يا جماعه الراجل ده قبليها بثلاث اربع اسابيع خمس اسابيع مثلا حكم ماتش الاهلي والشرطه، وهتشوفوا مصايب تحكيميه تعمد خساره الاهلي حسب ضربه جزاء ومهميه عليه وتجاهل ضربتي جزاء وجون سليم. دي اللي بتتعرض اهي. اتفرجوا. الجون ده اتلغى بحجه التسلل، وكان حاسب ضربه جزاء وهميه قبليه، انا نفسي يجيبوا ضربه جزاء لتحسبت. بشكل غريب جدا، يعني ده جزء من قرارات غريبه جدا كانت ضد الاهلي. شوفوا فلابيو جاي منين ومتغطي بكام لعيب. ودي ما تتحسبش، ودي ضربه جزاء لم تحتسب رغم انه احتسب على الاهلي ضربه جزاء غريبة وهميه. الحكم اللي هو اتكلم على ميوله اهي بص ضربه الجزاء بس يا رب يجيبوها من ورا، هتيجي من زاويه ملهاش اي، ما فيش اي تلامس اهي. بص اهو يعني اتحسب ضربه جزاء وبتاعت فلابيو ما اتحسبتش. الراجل ده ظهر يا اخوانا بعديها بعده اسابيع في اللي بيقول لك ماتش فاصل وكان الاهلي هيخرج. لا طب ما تديني حقي في الماتش ده، ما كانش هوصل لماتش فاصل عمري. نمره اتنين، ان ازاي حكم عامل لم يعتزل بعد يظهر بعد اقل من شهر ونص في قناه قاعد وسط جمهور الاسماعيلي بيقول انا اسماعيلاوي طبعا، امال يعني ولم يحدث تحقيق. وبعدين تكلموني على 2009،
ده غير ماتشات تانية لو كان في وقت كنا جبناها لهم في نفس الموسم عشان تعرف. الاسماعيلي في ساعة ما حسب ماتش الشرطة، والنبي كلمة بس، اسماعيلي في ماتش الشرطة والاهلي كان الاهلي متقدم بحوالي 7 بونت. اعتقد ان لو كان النادي الاهلي عايز يجامل ما كان خد حقه في هذه المباراة وحسب الدوري بدري. فقط حبينا نقطع ألسنة الفتنة حماية لكل الجماهير. دمتم للأهلي دائما، ودام لكم الأهلي بإذن الله تعالى بطلا شامخا، وعلى خير نلتقي مساء الخميس القادم إن شاء الله. تصبحوا على خير.